اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. هذه هي التصرفات المزعجة لزوجك بحسب برجه الفلكي. هناك تصرفات قد تصدر من الزوجة تسبب إزعاجاً لزوجها، ربما قد تعرفها مع طول العشرة، وإذا لم تكن تعرفها بعد فالأبراج ستخبرك بهذه التصرفات التي عليك تجنبها، وذلك بالاستناد إلى برج زوجك الفلكي. إذا كان زوجك من برج الحمل، لا تطلبي إليه أن ينفذ المهمات بلهجة آمرة، فالحمل يحب أن يتولى دائماً مركز القيادة، إذن لا تسعي إلى السيطرة عليه لأن هذا يزعجه، واحرصي على أن تشعريه بأنك تحتاجين إلى مساعدته في الكثير من المواقف. إذا كان زوجك من برج الثور، لا تحاولي أن تحمليه على تغيير رأيه بشأن أي أمر، فهو يبدي اقتناعاً تاماً بأفكاره وآرائه، ولا يحب أن يطرأ على حياته وسلوكياته أي تغيير، ولا يسمح لأحد بأن يسعى إلى ذلك. إذا كان زوجك من برج الجوزاء، لا تظهر انزعاجك في حال طلب إليك أن تقوم بأمر ما، فهو لا يحب ذلك مطلقاً، إذن تحلي بالصبر في مختلف المواقف، ولا سيما إذا كان يشعر بالتوتر، فهذا يجنبك ويجنبه خوض الكثير من المشكلات. إذا كان زوجك من برج السرطان، لا توجهي إليه الكلام القاسي، بل استمعي إلى ما يقوله بإمعان، لذا وقبل أن تتفوهي بأي كلمة احبسي أنفاسك وراجعي ما ستقولينه بشكل جيد، فالرجل مولود السرطان لا ينسى الإساءة أبداً، وقد يعبر عن انزعاجه في أي وقت لاحق. إذا كان زوجك من برج الأسد، لا تقللي من شأنه ولا تظهري عدم ثقتك بقدراته يوماً، فإذا قال شيئاً ما ادعمي أقواله ولا تسخري منها ولا تطلقي النكات بشأنها، فالأسد جاد ولا يحب المزاح كثيرا، وتذكري هو يحب أن يتولى دائما القيادة. إذا كان زوجك من برج العذراء، ما يزعج الرجل الذي ينتمي إلى برج العذراء هو أن تناقشيه، فتجنبي ذلك، لا سيما أنه يطوق إلى المثالية، فحين تراعين آراءه ومشاعره تسير أموركما على أفضل ما يرام. إذا كان زوجك من برج الميزان، تجنبي أن تهملي الاهتمام بشؤونه، ولا سيما حين يتعلق الأمر بصحته ومظهره. كذلك لا تنسي أن تعتني بملابسك وتسريحاتك، لأن عدم قيامك بذلك قد يزعجه أيضاً. إذا كان زوجك من برج العقرب، لا تتحدثي بشأن الأمور التي يرى زوجك الذي ينتمي إلى برج العقرب أنها غير مهمة وغير ذات منفعة، فهو يفضل خوض التجارب غير المألوفة والغريبة، إذن افعلي كل ما هو غير عادي. إذا كان زوجك من برج القوس، لا تشيعي أجواء الملل في منزلك، لأن هذا قد يسيء إلى زوجك في حال كان ينتمي إلى برج القوس. نعم، فهو أشبه بالطفل الذي يحتاج دائما إلى التسلية، لذا حاولي أن تضيفي عناصر التجديد إلى حياتكما وابتعدي بها عن الروتين. إذا كان زوجك من برج الجدي، لا تظهر اهتمامك بأي فرد من أفراد عائلتك في حضوره أو افعل ذلك دون مبالغة، فالرجل الجدي لا يحبذ ذلك، بل يفضل أن تعتني به أولاً وأن تجعليه يشعر بأنه الشخص الأكثر أهمية في حياتك. إذا كان زوجك من برج الدلو، لا تكوني فضولية ولا تطرحي عليه الكثير من الأسئلة، فهذا يشعره بالانزعاج الشديد ويدفعه إلى أن يبتعد عنك، إذن دعيه يتنفس لأنه يحتاج إلى أن يحظى بمساحة خاصة به، ولا يحب أن يتدخل أحد في تفاصيل عمله، لكن لا تقلقي وتحلي بالصبر فستعرفين كل شيء في الوقت المناسب. إذا كان زوجك من برج الحوت، عليك أن تتمتعي بالصراحة وألا تتبعي أسلوب الحيلة في التعامل معه، فإذا أردت له أن يقوم بأمر ما من الأفضل أن تطلب ذلك علانية ومن دون مواربة، هذا يعتبر بالنسبة إليه إضاعة للوقت.